هتضيع حياتك كاملة بالنسبة للناس اللي انت انسان زين اللي انت انسان نيتك صافية. كاين الناس والله العظيم كنت بلا من لحمك وتعطيهم ياكلو ولا لا يخرجوا منك العيوب ويخرجوا منك صوالح انت والله ما على بالك بيهم. كاين الناس والله العظيم كنت تكون معمر عيوب وتكون بالصحب مقصر في حقهم صاي يهدروا فيك بالخير ويخرجوا منك صوالح غير شابين. هي ما تشقيش روحك تبين للناس بلي انت انسان زين وليتك صافي وما تبرر حتى واحد اللي هو حاجه ما بقاش مقتنع بها صايخي. الحاجة اللي تكفيك هي الله سبحانه وتعالى على بالي شكاية في قلبك وعلى بالي تكدير وفي التالي ربيتك حسب نيتك صاحبي.